أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجلنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا رسول الله إعترافا بنبوته والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد حمد جوي غوريا قو ريا قنشاني مدايا و ريا خراب جشاني مدايا وأم أم دب جوي ريا خراب بردن و أم بريا قنش بقرد و أم ددن بدب أقرار دكن بقلب خاء قوش خدي پيوتي إلهنينن أم إقرار دكن بهابونا خوده يتأخذ يجود خديك بتنية وأمشهدابون ددن إقرار دكن بزمن بزمان خوا وتصديق دكن قلب محمد عليه الصلاة والسلام رسول خديا قاصد خدية أم اعتراف دكن محمد عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام خديل سر محمد بن عليه الصلاة والسلام أو جرياره شان مدايا و صلاة و سلام سر اهل پیغمبر بن أصحابي پیغمبر بن او سر هدایت نا و ریا راج جی مدانا عليه گل مسلمانا پیغمبر علیه صلاة شش انسان خود غزبا خود سروایا وكل کل مجاب الدعوات تمام پیغمبر لعنة لعنت آنین انسانا يك الزائد في كتاب الله تعالى. أويجو كتاب خدي خرّدك. مثلاً صحوف خرّكين، مثلاً توراة خرّكين، زبور خرّكين، إنجيل خرّكين، أو إنسان كتاب خود دا. يعني أو تشت خديش بخمبر أرشيان ديا. جبو إنسان بعمل بكن. جبويجو أو بخمبر وريشاني إنسان أبدن. انسان د بوا كتابات ليزن او لعنت خود غضب خود وایا او لعنت پیغمبر اجی پیغمبر اجی لعنت لو یاد دوا بقدر الله او انسان تکذیبات قدر خود بكي چکو شرط ایمان یک قدره قدر خود ایمان اب قدر خود او تشته خود تعالی تقدیر کړی نو وسانډیا غوې ولو چه به ولو به او انسان انکار کردلکه او جی لعنت غضب خدای سره او پیغمبراجی لعنت لیانیا یسسیا والمتصب متسلط بالجبروت او انسان ظلم و زوریت کې سر مخلوقات خدای او انسان ګو انسانې قن جزات کې انسان خرابږي مخافات دي وا چونکو اوږه هوا تیا ویت کین او خراب یا تيږي هاوالتیا خرابه بکې تيږي خرابي او وختې تلقارش واجبې ولا نولو یا ګو جوابره زیان درنه تا او جبروت جوالتې ګوتن اوږه ظلم او زور دې کل سر مسلمان سر انسان سر حيوانه خود تعالی غضب خلوات کے و اوجی پیغمبر لعنت لو آننا والمستحل لحرم الله تعالی او انسان حرام حلال بکے یا حلال حرام بکے اوجي غضب غزب خود سر لعنت خود سر تمام پیغمبر جی لعنت لو انسان آننا یعنی يعني لعنت بدعایا يعني اشتراف خده وغظبه يعني قحره خده واشتراف انسان يجيب بالدعايه والمستحل من عترتي ما حرم الله او انسان زرني بدي اهل مالا في خمبر او انسان اهل مالا في خنبر بتعاب خلاب لو امجنه حقاره الوابكي ان كل تعالى ده القرآن يدد محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة إذا تشتكي حق الوناكم أز وما أز تشكي بدنا من أز حقين بدنا من أز حق شخوديت خوازم چكو تمامي بيخنبرا كسبا دست خخارنا أما اذهبي جوت کم گوون اهله مالا من سيد يعني اهله مالا پیغمبر ونحجو ابد ونزل لندنه او انساني زرر بده اهله مالا پیغمبر غضب خده سروايا او تمام پیغمبره لعنت دواننا والتارك للسنه او گو سنت پیغمبر ترتبكي سنت ريا سنت طريقه سنت او تشتې ګو پیغمبر کریا یا پیغمبر ګوتیا یا بل هڅه ګوتن او پیغمبر نه ګوتیا یا نکین دای نه کریا او هر سیدا دو هر سې تشتاده د به سنت یعنی پیغمبر کریا انسانای چاوله کریا واجی کړیا یعنی پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه ګوتیا عمل کریا یا خد ګوتیا و تي حالو بخن اوجي سنته وا ياخد انسان نه لباله تشتنکره پیغمبر دینه کړي اوجي سنته یوال حاصل سنت ریا پیغمبر او انسان ریا پیغمبر ثرق کی لعنت تاخد سره غضب خدای سره او بد دعا پیغمبر اجي سره فان الله تعالی او وقفت شتده هبن یعنی کتاب خود دا تشتی که مزیده بنویسینه یعنی او انسانه گو تقزیب تقدیر خود بکه او انسان ظلم و زور سر مخلوق خود بکه او انسان تشتی حلال حرام بکه او انسان ضرر بده اهل مالا پی او انسان سنتا پی خمبر بکه فان الله تعالی لا ينظر ایلهم یوم القیامت خود بچاوه رحمل و انسانا نامی جنه یا خود تعالی ما بستره نیم و محافظه بکه ابا بکر صدیق دو بیجی رضی الله تعالی عنه دو شیطان دو عملی پیشیا تیا دو باقی تا نفس لراست دو عملی نفس او جی عمری تد که بیا خراب دن و هوا نفساتا لچپه تیا و دنیا لپشتیا واعضاءه الدوراتن مثلا شافيتا لنگيتا دافيتا دستيتا افتمام جازيتكن اما والجبار فوقك رب عالم جي دوام لنظرة بسرتا رحمه بسرتا رب عالم جي دوام لغازيتتكي ها آه بجا ابليس لعنه الله عليه ما قول او شیطان د باکتت به چه دبه دینه خدای جبر ده او چلمی جاتد کی او چروجی ته دغری یعنی دواملی امرتاب گناهات کی نفس نفس عمار امرتاب گناهات کی دبه نظر اپکا دبه خلکه خا دبه سبب کا هوا نفسہ کیفه نفسہ تجي شهوت اتخاذه دنیا جي د به وره مبوخه ولد مده بچرا د فجي اخرت بردا والاعضاء تدعوك الى الذنوب والجبر حچک اعدايته نجي دست حش دستان حرامت کي او دست خبله پيرك کي ته دست خبابه حرامي ته دست خبابه جزيه ته دست خبابه شي نقان لول رب عالم يدعوك الى الجنه والمغفره خذيت بها عبد من ورا جنتا من وتوبه بك پشمان ب و قران ده بجد اولئك يدعون الى النار افتشتي گوم شيطان نفسه هوايه دنيا أعضايتنا افتك غازي بال لرب عالمه والله يدعو الى الجنه والمغفره خديك تا غازي تدكي دبي ور از تعفكم ور پشمان و اوي فمن اجاب ابليس اوي يقول جواب الشيطان بده گو دو عملت به ور گناه ديني ويتشي. او قسي يقول نفس جواب نفس بده چكو نفس دبي ور الكيفه خمزنا روحاني انساني دشيد بي حيواني او انسان الجور كيفا نفسا خاري عقلي يدچ او انسان گو بدنياي وبمشي اخرت چه. او کسين گو جواب اعضاء خبد اعضاء بي توج نبال كيفو كيف و زوقي و جنت جي چه. او کسين گو جواب رب عالم بده غني هيديچن ونال جميع الخيرات دو عمليه يا قشتكي يجل المسلمنا خد تعالى عز وجل رياض شان مدايا عمل روجي حفده 17 جاره ان اس فرض المجدى حفده دهرك عاد فرض المجدى ان بهدينا الصراط المستقيمة يا ربي تمج ريا راس نخي ويا راسكي جانا صراط الذين انعمت عليهم اوریا پیغمبر اگو خدے نعمت دعا کرنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر جو اے گو تا غضب لو اکی یا ربی او چونه دلالت یا ربی او گو غضب لو اک بونا چونه هلاک او گو چونه دلالت وچن جہنم اے یگل مسلمانا اب دعا خدے بے جمرہ بے آمین یعنی یا رب بیت بری مدو عملی بدے ریا راست گو ریا پیخمبر حقة ریا حقا ریا و او ریا باطل گو انسان چون دلالته ہے هلاكي انسان چون حلاک ہے یا ربی تما محافظ اب یا ربی ترحم خل مو دیو بابی مب خل رحم آخوال ملی مو ساغی خل رحم مسلمان بكى کے اسلام اب گو مزن ما عادل بن مزن ما بن مزده ما دوام لي حقي و عدالته مشنن عالم ما صوفي بن صافي بن دوام لي يا راس مره بجن مجو ما جو مرد بن در يا خوده دا لي بن شفقت لي بن و ما صبر لي بن شكر نعمت خوده بكن لسر تنبون صبر بكن جبرولو مكافاتا صبر جنته مكافأة شكر نعمة خد جنته يا خد الذاكرة زاكرا شاكرا جعابدا جصالحا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين